مع تقدم التاريخ البشري تعيد الاكتشافات الجديدة تشكيل فهمنا للماضي باستمرار، ومن حين لآخر نجد أن القصص التي يعتقد منذ فترة طويلة أنها أسطورية على أنها أكثر صدقا مما كنا نتخيله. دعونا نعود للوراء ونستكشف بعض الاكتشافات المذهلة التي تبعث الحياة في الأساطير. رقم 10، مؤرخو ما قبل التاريخ. في عام 1994 تم اكتشاف مجمع كهوف شوفي في جنوب فرنسا، تغطي المئات من الرسومات القديمة الجدران الداخلية للكهف، بما في ذلك صور الأسود ووحيد القرن والغزلان وحتى الماموث الصوفي. لكن رسما معينا له أهمية أكبر، يظهر الغزال محاطا برشقات من الضوء، لكن تحليل طبقة تلو الطبقة أظهر أن هذه الدفقات قد تكون جزءا من رسم سابق. الصورة الأصلية تحتها أقوى، حيث يبدو أنها تمثل بركانا متفجرا. المشهد الأسطوري الذي تم تصويره قد شاهده جيل بعد جيل قبل أن تغطيه الغزلان، مصحوبا على الأرجح بحكايات ملحمية عن الآلهة المسؤولة عن هذا الدمار. ولكن تم التأكيد على أن هذه الأسطورة التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ هي سجل تاريخي حقيقي في عام 2016. وتوصل تحديد تاريخ الكربون إلى أن الرسم تم إنشاؤه منذ حوالي 35 ألف عام. وفقا للجيولوجيين في هذا الوقت تقريبا كان هناك بركان نشط على بعد 20 ميلا فقط شمال غرب كهف شوبي، وفي تاريخ قريب بشكل ملحوظ من إنشاء الرسم اندلع هذا البركان وألقى في الهواء بفيض من الحمم والرماد. هذا التداخل الذي لا يمكن إنكاره بين الرسم المخفي والانفجار البركاني القريب دفع الباحثين إلى الاعتقاد بأن اللوحة توثق بشكل شبه مؤكد انفجارا من هذا النوع. هذا يعني أن رسم شوفي ليس فقط واحدا من أولى القطع الفنية للبشرية على الإطلاق، إنها أيضا واحدة من أولى القطع في التاريخ المسجل. رقم 9، بيلي بشعر سيء. في ثقافة هاواي التقليدية يعتقد أن البراكين تسيطر عليها بيلي، إلهة النار والبرق والرياح والرقص، وبالطبع البراكين. تروي أساطير هاواي كيف تعيش بيلي في فوهة بركان كيلوا وتتسبب في ثوران البراكين. في أعقاب ثورات بيلي قيل إنه يمكن العثور على أدلة على وجودها في جميع أنحاء المناطق المحيطة في شكل هذه الأشياء شعرها. والمثير للدهشة أنه مع تطور فهم الجيولوجيين للبراكين والصهارة التي تحتويها أثبتت الأسطورة أنها أكثر دقة مما كنت تتوقع. غالبا ما يوجد شعر بيلي مترسبا على الصخور والأشجار بعد الانفجارات البركانية. تتكون المادة الغريبة في الواقع من تمدد الزجاج البازلتي المنصهر من الحمم البركانية. عندما يتم قذف المادة البركانية إلى الخارج يتصلب بعضها في هذه الكتل الشبيهة بالشعر. تخيل أن تتعثر في هذه الأشياء دون فهم للعلم أو الجيولوجيا. هل يمكننا حقا إلقاء اللوم على سكان هاواي القدامى الذين اكتشفوا هذه الأشياء بعد الانفجارات العنيفة لاعتقادهم أنها كانت شعرا مملوءا حديثا للكائن الذي دمر الأرض؟ رقم 8، التسونامي الذي يرى كل شيء. ماهابالبورام هي مدينة قديمة تقع في جنوب الهند. بين القرنين الثالث والتاسع كانت القطع المركزية لهذه المدينة معابدها السبعة الجميلة. ولكن وفقا للأسطورة فإن جمال ماهابالبورام جعل إندرا إله المطر والعواصف غيورا، وفي هذا الحسد أغرق إندرا المدينة تحت سطح البحر في عاصفة شديدة. لقرون بقي معبد واحد فقط فوق الماء، مما دفع المؤرخين إلى الاعتقاد بأن الآخرين كانوا إما أسطورة بحتة أو ضاعوا إلى الأبد مع مرور الوقت. لكن في عام 2004 أرجعت تسونامي المحيط الهندي المدمر مستوى الساحل بمقدار 490 مترا، وما تم الكشف عنه أعاد الحياة إلى الأساطير. ظهر صف طويل مستقيم من الصخور الكبيرة من الماء، ولكن هذه لم تكن سمات طبيعية، كانت من صنع الإنسان. كشف الفحص الدقيق أن هذه الهياكل كانت بقايا المعابد المفقودة. كيف غمرت هذه الآثار بالضبط لا يزال غير واضحا، على الرغم من أن البعض يفترض أن المعابد كانت نفسها مغمورة بواسطة تسونامي آخر في عام 952 ميلادي. إذا كان هذا صحيحا فهذا يعني أن القوى الطبيعية التي غمرتها ستكشفها مرة أخرى بعد عدة قرون. رقم 7، انفجار 7000 عام. قبل استعمار الإمبراطورية البريطانية لأستراليا نادرا ما كان يتم تدوين ثقافة السكان الأصليين. تم الاحتفاظ بمعظم تاريخ السكان الأصليين من خلال تقاليد سرد القصص الشفوية باستخدام أسلوب حفظ سجلات مثل هذا. قد تتوقع أن تفقد القصص حقيقتها بمرور الوقت، ولكن تمسك بتلك الفكرة. تحكي إحدى الأساطير التي تم تناقلها على مدى 7000 عام بين سكان جوجو بادون الأصليين عن انفجار هز الأرض جعل الأرض شديدة الحرارة وأضرم النيران في أستراليا.
تحكي قصة مماثلة عن طبيب ساحر شيطاني خلق حفرة سحيقة في الأرض، والتي نشأ منها ضباب ضار غمر الأرض، ومن كان يتجول في الضباب لم يعد قط. يبدو هذا الضباب القاتل بركانيا في الأصل، مع الأخذ في الاعتبار أن الانفجارات البركانية غالبا ما ترسل سحبا هائلة من الرمال تصل درجة حرارتها إلى 760 درجة حرارية إلى المناطق المحيطة. تبدو حفرة الطبيب الساحر على نحو مماثل تشبه إلى حد كبير البحيرات البركانية، وقصة الانفجار الجهنمية التي غطت الأرض باللهب هي سلوك بركان كلاسيكي. لكن أستراليا ليست نشطة بركانية، فكيف يمكن أن يستند أي من هذا في الواقع؟ حسنا، أظهرت الأبحاث الحديثة أن أستراليا كانت نشطة بركانيا في الماضي القريب نسبيا، علاوة على ذلك من خلال فحص عينات الصخور من تدفقات الحمم البركانية حول موقع معين المعروف باسم كينرارا كريتر، اكتشف الباحثون ثورانا كبيرا حدث قبل 7000 عام. هذه هي الفترة نفسها التي يعتقد أن قصة السكان الأصليين قد نشأت فيها. كما توحي الحكاية، ترك ثوران كينرارا حفرة كبيرة في الأرض وأطلق كميات هائلة من الرماد البركاني والحمم البركانية، مما يشرح الضباب والنار في القصة. من الجنون التفكير، هذه الأساطير الشفوية من السكان الأصليين التي توارثها 230 جيلا تحتفظ بهذه الحقيقة في جوهرها. رقم 6، شعور غامر. في جزر سليمان هناك أسطورة عن رجل يدعى رورايمينو سعى للانتقام بعد أن تركته زوجته لرجل آخر في جزيرة تيونامينو المجاورة، وضع لعنة على تيونيمانو ودعا قوى الظلام لإغراق الجزيرة في البحر. شاهد رورايمينو من بعيد أمواجا ضخمة تجر تيونيمانو إلى أعماق المحيط وتقتل كل من عاش هناك، لكن يعتقد الجيولوجيين أن الأسطورة لها جذورها في الواقع. يعتقد أن تيونيمانو كانت موجودة بالفعل منذ 400 عام قبل أن تختفي في البحر. يعتقد الجيولوجي باتريك نان أن زلزالا تسبب في انهيار أرضي تحت الماء مما أدى إلى غمر الجزيرة. موقع تيونيمانو المعلن عنه قريب بشكل ملحوظ من خلدق كيب جونسون الذي يبلغ عمقه 5 كيلومترات، والذي يتناثر فيه الحطام الجيولوجي الذي يشبه بشدة الجزر الغارقة. إذا انزلقت الجزيرة بالفعل في الهاوية، فليس من المستغرب أن مثل هذا الحدث من شأنه أن يولد أساطير. رقم 5، لفافة الأسرار المصرية. لطالما كان بناء الهرم الأكبر في الجيزة محاطا بالأساطير، تتعلق العديد من هذه الأساطير بمسألة نقل كتل الهرم الهائلة من المحجر إلى موقع البناء. لقد كان إنجازا مثيرا للإعجاب بحق، والذي افتقر إلى تفسير منطقي لعدة قرون، حتى أعطى اكتشاف عام 2013 بعض الإجابات في النهاية. في كهف بالقرب من ميناء وادي الجرف البحري القديم على بعد أكثر من 643 كيلومترا من الجيزة، عثر علماء الآثار على شظايا من لفائف ورق البردي عمرها 4600 عام تروي لفافة يوميات عامل مصري، وتصف كيف تم نقل الكتل الضخمة إلى الجيزة من مقلع الحجر الجيري الرئيسي في طرة. تم نقل الكتل الحجرية على متن قوارب على طول نهر النيل وعبر سلسلة من الممرات المائية التي صنعها الإنسان والتي نقلت العمال بالقرب من الجيزة. بعد ذلك ادعى العامل القديم أن الكتل كانت تتدحرج على طول مسارات خشبية خاصة مزيتة على الزلاجات. آسف أيها الفضائيون القدامى، ولكن كل الفضل في هذا يعود إلى هؤلاء المصريين البارعين. رقم 4، ملك موقف السيارات. عندما تفكر في العائلة الملكية البريطانية ربما تتخيل الأناقة والرفاهية، ولكن من بين جميع الأماكن أصبح موقف السيارات في ليستر إنجلترا مثوى الملك ريتشارد الثالث. قتل ريتشارد في معركة بوسورث عام 1485 ودفن في كنيسة غري فرايرز في ليستر. بعد حوالي 50 عاما أمر هنري الثامن بهدم العديد من الأديرة بما في ذلك غري فرايرز، وبالتالي فقد جثة ريتشارد. استمر اللغز الأسطوري لمثوى ريتشارد الأخير لعدة قرون، ولكن في أوائل العقد الأول من القرن 21 أدركت مجموعة من المؤرخين أن موقع كنيسة غري فرايرز ربما دفن تحت موقف للسيارات. بدأوا في جمع الأموال للتنقيب في الموقع، وفي أغسطس عام 2012 اكتشفوا الهيكل العظمي لشاب يعاني من إصابات في المعركة تتطابق مع وفاة الملك المبلغ عنها. عندما تم العثور على سن من البقايا لتطابق الحمض النووي من سليل حي للملك، تم إثبات صحة نظريات الباحثين. تم إغلاق القضية التي تعود إلى قرون، والآن نحن نعلم أن الملك ريتشارد أدرك مدى أهمية الوصول مبكرا للحصول على مكان جيد لإيقاف السيارة. رقم 3، مصير أتلانتيس. في عام 360 قبل الميلاد شارك الفيلسوف اليوناني القديم أفلاطون قصة جزيرة أتلانتيس. تحدث أفلاطون عن مجتمع شبه كامل يعيش داخل مدينة محصورة،
أصيب الأطلنطيون بزلازل عنيفة وفيضانات تسببت في اختفاء جزيرتهم في نهاية المطاف في أعماق البحر. يجادل العديد من المؤرخين بالاعتقاد الراسخ بأن أطلانتس موقع خيالي بحت. يعتقد البعض الآخر أن أطلانتس هو رمز لصعود وسقوط الحضارات القديمة الحقيقية مثل الحضارة المينوسية، لكن التشابه بين حكاية أطلانتس والمينوس قد يتجاوز الاستعارات. كشفت الحفريات في جزيرة سانتوريني اليونانية في الستينيات أنه قبل وقت طويل من بناء مدنها الحالية ازدهرت هناك مستوطنات قديمة من العصر البرونزي المينوي، ولكن وفقا للأبحاث الحديثة في حوالي 1600 قبل الميلاد أدى ثوران بركاني هائل إلى طمس جزر سانتوريني المينوية ودمر الأراضي المحيطة. سانتوريني التي شيدت على حافة البركان شبه المغمور الذي انطلق منه هذا الانفجار البركاني لم يكن لها أي فرصة. انفجار بركان بهذا الحجم كان سيشهد بلا شك انقطاعا من الأرض تنهار في المياه المحيطة، ولكن قبل حدوث ذلك كان من الممكن أن تتطابق الجزيرة مع أوصاف أفلاطون للمدينة الحلقية، في حين أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت أطلانتس حقيقية، فإن صعود وسقوط منوان سانتوريني يتناسب تماما مع وصف أفلاطون. رقم 2، زمار هاملين الحقيقي. يتم سرد قصة زمار هاملين للأطفال في جميع أنحاء العالم، ولكن القصة لها بعض الأصول المزعجة للغاية. في الحكاية التي نعرفها اليوم يجذب الزمار غزو الفئران خارج المدينة بواسطة مزماره السحري. عندما يرفض سكان البلدة أن يدفعوا له ينتقم باستخدام مزماره لجذب أطفال المدينة بعيدا عنه. لكن المدهش في الأمر أن الحكاية مبنية على الحقيقة، على الرغم من أن من كان الزمار وماذا فعل بالضبط قد نوقش بشدة. يسجل نقش أسفل نافذة من الزجاج الملون كانت موجودة في هاملين كيف أنه في عام 1284 جاء زمار ملون إلى هاملين وقاد 130 طفلا بعيدا. مع ارتباط الفئران بالموت الأسود كان يفترض منذ فترة طويلة أن الأطفال المذكورين كانوا ضحايا الطاعون، حيث كان المزمار بمثابة استعارة. لكن في العقدين الماضيين افترض المؤرخون أن أطفال هاملين ربما تم استدراجهم من المدينة كجزء من ممارسة شريرة في العصور الوسطى. تضمنت هذه الممارسات قيام الأطفال ببيع أطفالها للمساعدة في تسوية الأراضي غير المطالب بها أو حتى القتال في بعض الأحيان في الحروب. لكن أغرب نظرية تربط الزمار بظاهرة غريبة حقا يشير المؤرخون إلى هوس الرقص. عدة مرات خلال فترة العصور الوسطى تم السيطرة على مجموعات من الناس بحاجة لا يمكن السيطرة عليها للرقص دون توقف. أنا لا أمزح، وصل الأمر إلى هذه الدرجة حيث كانت مجموعات من الأطفال والرجال والنساء على حد سواء تنتقل من مدينة إلى أخرى يرقصون حرفيا حتى الموت. يعتقد الآن أن هذا النوع من الجنون الجماعي نتج عن استهلاك المجتمعات عن طريق الخطأ لفطر نفساني التأثير يعرف باسم الإرغوت، والذي يصيب أحيانا القمح الذي يصنع الخبز. من المحتمل جدا أن تعكس قصة الزمار إحدى هذه الحلقات الغريبة والمرعبة من الجنون المعدي. يمكن أن تكون هذه القصة مستوحاة من كل تلك النظريات في وقت واحد. هناك أدلة لكل منها، وليس هناك شك في أن أطفال هاملين اختفوا بالفعل. مهما كان السبب فهو جزء غريب من التاريخ. رقم 1، انتقام اللحية السوداء المفقود. استولى ذو اللحية السوداء أحد أشهر القراصنة في التاريخ على سفينته الأكثر شهرة ثأر الملكة آن في عام 1717. كانت السفينة التي تم صنعها في الأصل للاستخدام التجاري تحتوي على 40 مدفعا ومساحة كبيرة للرجال والغنائم على حد سواء. على ارتفاع 31 مترا سمح الحجم الضخم للسفينة لذي اللحية السوداء بإرهاب السفن في جميع أنحاء المحيط الأطلسي. ولكن في عام 1718 جنحت الملكة آن وغرقت في مكان ما قبالة سواحل كارولاينا الشمالية. لأكثر من 300 عام ظل موقع ومصير السفينة الأسطورية مجهولين. ولكن في عام 1996 بعد تحليل الخرائط والمواد المكتوبة من وقت غرق السفينة حدد الباحثون موقع حطام سفينة على بعد ميل واحد من شاطئ أتلانتيك بولاية كارولاينا الشمالية. اكتشف الغواصون مجموعة هائلة من القطع الأثرية في أوائل القرن 18 بما في ذلك 30 مدفعا ومرساتين كبيرتين. بعد أكثر من عقد من النقاش في عام 2011 تم أخيرا حسنا دفع الاكتشاف. أثبتت ثروة المصنوعات اليدوية أنها كافية لسلطات ولاية كارولاينا الشمالية لتؤكد وبشكل نهائي أن حطام السفينة كان بالفعل من سفينة ذو اللحية السوداء انتقام الملكة آن. هل فوجئت بالأصول الحقيقية لبعض هذه الأساطير المذهلة؟ أخبرني في قسم التعليقات أدنى، وشكرا للمشاهدة.